بسرعه نقدموا التشكيله ديال الفريقين والمنتخبين. منتخب زامبيا سيدخل بالمجموعه الثانيه رقم واحد يونيس ساكر الاولمبي التي ستقام بالعاصمه الفرنسيه باريس الصيف المقبل. منتخب الوطن المغربي للسيدات الذي سيسعى للعوده بميشي في حراسه المرمى. بقي اللاعبات عزيزه الرباح، ياسمين مرابط، كاتي، زينب الرضواني، حنان الاتحاد، نجات بدري، نالا نقفيلدا، رودريغيز، المدرب الاسباني ريهان قوي، خورخي فيلدي خدم زمام الامور التقنيه 2018 64 سنه، تم تعيينه على راس منتخب زامبيا انه يستثمروا ان شاء الله محاولات من اجل التسجيل هنا بندولا امامنا المدرب في الضغط النفسي لقيمه الحدث خصوصا الالعاب الاولمبيه. كل منتخب يريد الحضور لهذا الحدث الكبير. والكره منتخب زامبيا اللي كيعوج بشكل كبير على التمريرات العرضيه وكذلك الكرات الثابته اللي كيحاول تكون حل من الحلول. الحكم المساعده رفع راي، هناك خطا لفيده المنتخب الزامبي، نتمنوا ما يكونش هناك اخطاء على اكيد. فيلدا كيعرفها بشكل كبير، ترفعت كره راسيه، الكره مشات فوق المرمى، كره مشات فوق المرمى، ضربه مرمى، مشات كره في الجهه اليسرى، هذه فرصه بواسطه باربارا باندا واحده من ابرز اللاعبات اللي تحدثت عليها. محاوله خطيره، تدخل دائما لابد من ابعاد الكره، تدخل ياسمين مرابط لابد من ابعاد الكره مرة أخرى داخل منطقة جزاء، تسديدة، تدخل الحكمة كتقول ضربة مرمى أو هناك زاوية، نحن هناك احتجاجات جديدة خصوصا على مستوى الهجوم. مشات كرة في الجهة اليمنى، حنان الاتحاج، حنان الاتحاج دائما محتفظة بالكرة، تمريرة وتدخل والحكمة تعلن الزاوية بالفعل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. فاطمة تاكناو تعبات الكرة في القائمة الثانية، هذه فرصة كانت بعيدة شيئا ما الهجوم الحذري من المرتدات السريعه، كره في الجهه اليمنى لفائده منتخب زامبيا بواسطه اللاعبه تشيلوسا واللاعبين بعد نيجيريا وجنوب افريقيا والمغرب وغانا حسب اكيد التصنيف ديال اللاعب الثابته لفائده المنتخب الوطني المغربي. تلعبات الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ديال يونيس ساكالا، حارسه مرمى منتخب الوقت للمرتدات السريعه، مرتدات خطيره لفائده منتخب زامبيا على مستوى الجهه اليمنى، تسديده، تدخل وابعاد سعود، ايمن سعود مره اخرى غزلان الشباك، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، خروج الحارسه، كان هناك خطا راتشيل كوندارانجي، راتشيل مراوغه خطيره داخل منطقه الجزاء، لابد من ابعاد الكره، ابعاد الكره من طرف زينب الزامبي. غزلان الشباك تمرير عند فاطمه تاكناو، فاطمه تاكناو فرصه تسديده ولكن مشات محاوله بواسطه اللاعبه بريسكا تشيلوفيا، تشيلوفيا رفعت الكره حذري من هذه الفرصه خطيره لفائده المنتخب الزامبي، كانت الراسيه ولكن كره سهله، كره سهله عند خديجه عربيشي مره تدخل كان واضح امام ابتسام جريدي، ابتسام جريدي كانت تحاول ترجع، هذه فرصه في تاكناو وفاطمه تاكناو تسدد وتدخل يونيس ساكالا يعني سط المرمى، يعني بامكان لاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي ان يوصلوا للمرمى، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، كان هناك تدخل المطالبه بالخطه العرضيه، ايمن سعود رفعت الكره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تدخل ديال يونيس امكانيه تسديد فرصه وابعاد الكره، فاطمه تاكناو ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، لاحظوا الخروج، هذه فرصه، فرصه تسديده، كره مرت جانبا، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، كان بامكان المنتخب الوطني المغربي ان يسجل هدف. قلت بان يونيس ساكالا على مستوى الخارجات ديالها هو التدخلات ديالها بين سعود ياسمين مرابط وكل هدوء ياسمين مرابط تتبعنا الطريقه باش على مستوى الجهه اليمنى، هذه محاوله خطيره لفائده المنتخب الزامبي، لاحظوا هذا الباع مازال سقطه، لعبت كره مباشره خطيره وخطيره هذه الفرصه لحسن الحظ التدخل ورده فعل ديال خديجه عربيشي، يعني تلعبات الكرة مباشرة يعني في البداية يمكن خديجة ربيشي اعتقدت بأن الكرة يمكن خارجة، تلعبات الكرة دائرية في القائمة الثانية، تدخل دائما لفائدة المنتخب الزامبي، هناك خطأ ما شفنا أي شيء، فقط علين ماري هي اللي شافت الخطأ وإنذار لغزلان شباك. إذا ضرب الجزاء لفائدة منتخب زامبيا، بريسكا السعيد، بريسكا وتدخل الحارسة، وأكيد بأن قلت بأن ضرب الجزاء خيالية، ضرب الجزاء خيالية، وبالتالي خديجة أرمشي تتصدى لهذا ضرب الجزاء بطريقة ممتازة، وبالتالي تضيع هذا ضرب الجزاء بريسكا تشيلوفيا لأن الأقدار أكيد. فاطمة تاكناوت هناك تغطية، تدخل وتدخل الحارسة خديجة
كره في جيل وسط التمريره داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره خطيره في منتخب زامبي. لابد من ابعاد الكره، لابد من ابعاد الكره ممتازه، ابعاد الكره كانت فرصه ومحاوله خطيره في منتخب زامبيا. كره على مستوى جيل وسط، ولكن تلقى ابتسام جريدي الكره بكل سهوله. هذه فرصه غير الشباك، الشباك داخل منطقه الجزاء، تدخل الحكمه كطالب مواصله اللقاء في الوقت كانت مطالبه بالخطا ضربه جزاء ممتازه، مرتد هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاكلون امكانيه التمرير، هذه فرصه، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف، وتضيع فرصه الهدف. كان بامكان تسجيل الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابتسام جريدي كان في رد بالحارسه يونس سعكا لتشومو مويمبا اللي دخلت في الكره الاخيره. زين بردواني، زين بردواني، تسديده ممتازه، فرصه، الهدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. وباي طريقه وباي تسديده وباي روعه من زين بردواني. زين بردواني تتمكن من وضع الكره في الشباك، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الطاقم التقني وللمدرب الاسباني خورخي فيلدر رودريغيز ولاعبات المنتخب الوطني المغربي. هدف اللي هو الاجمل ولا اروع، زين بردواني بمراوغه بتسديده، لاحظوا تعانق الشباك، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. وكان افضل ما يمكن نهيو بهذه الجوله الاولى الا انه نتابعوا هدف بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه. ممتازه زين بردواني، ممتازه اللاعبه، لاعبه الجيش الملكي والمولد مشرفه امام لابلوس موابي، مطالب انه يوجد الحلول. نحن نلعب هذه فرصه، فرصه امكانيه تسديد سديده، تدخل الدفاع وابعاد الكره، كانت تسديده بواسطه نجات بدري، فرصه تضيع، فرصه تضيع، فرصه كانت سانحه لتسجيل فائده المنتخب الوطني المغربي. تعود لإستر باندا، مشى الكره في جيل بلاد من بريسكا تشيلوفيا في القائمه الثانيه، وتدخل خديجه رمشي، ممتازه خديجه رمشي. كان سوء تفاهم مع حنان ايت الحاج وشرطي بدات المنتخب الزامبي تنفذ بسرعه داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره، تدخل تابعت الكره طويله داخل منطقه الجزاء، الكره بالراس خطيره هذه المحاوله داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره، كانت فرصه ومحاوله في ذات المنتخب الزامبي. حذاري من هذه الكرات، لاحظنا بانه الاعتماد على الكره الطويله داخل منطقه الجزاء ثم التحركات ديال اللاعبات، تدخل وابعاد الكره في ضربة مرمى، الكرة طويلة تعود من جديد عند اللاعبة باربرا باندا، محاولة خطيرة خطيرة في ذات المنتخب الزامبي، وخديجة رمشي في المكان المناسب، خديجة رمشي في المكان المناسب، كانت فرصة ومحاولة خطيرة في ذات منتخب زامبيا. تبنى التمريرة داخل منطقة الجزاء لبريسكا تشيلوفيا، شباك تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف، فرصة الهدف، تدخل، تدخل يونس سكر، دائما فاطمة تاكناوت، تاكناوت رفعت الكرة، كانت محاولة إمكانها تعطي هدف ثاني في الوقت اللي مشات الكرة في الجيل، هذه فرصة في المنتخب الزامبي، وتدخل، تدخل الحارسة خديجة رمشي في المكان المناسب، ممتازة جزاء. تعبت الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج ممتاز لخديجة، تعود لتشومو ويمبا، كرة طويلة، خروج، خروج، حسن الحظ، إبعاد الكرة، خديجة رمشي، خديجة رمشي تلتقط الكرة، كانت فرصة ومحاولة لانه كان سوء تفاهم يعني كان خروج ديال خديجه رمشي في الوقت اللي كان تدخل وابعاد الكره. لحسن الحظ بان التسديده الاخيره على امكانيه الوصول لمناطق لمرمى منتخب المغربي، فرصه خطيره، تدخل وابعاد الكره، تدخل وابعاد الكره، كانت فرصه ومحاوله خطيره في منتخب زامبيا. تبعنا الخروج ديال خديجه رمشي امام راتشيل كوندانانجي امامنا اللاعبه رقم 17، محاولة شكلت خطورة واضحة على مرمى منتخب الوطني المغربي. نتابع هذه الفرصة وتدخل زين بردواني دائما في ذات المنتخب الزامبي، مشات كرة في الجهة اليمنى، ترفعات الكرة ولكن الكرة خارج أرضية الملعب في الوقت اللي المطالبة بالزاوية، الكرة كانت خارج أرضية. لاحظوا السرعة وانطلاقة باربرا باندا، حذر من هذه المحاولة، تدخل وإبعاد الكرة، زين بردواني، تدخل الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، تعود لباربرا باندا، باربرا باندا والحكمة تعلن الخطأ، بالإضافة لإمكانياتها التقنية وكذلك إمكانياتها البدنية. محاولة لفائدة المنتخب الزامبي، تسديدة خطيرة وبنفس الطريقة، بنفس الطريقة المنتخب الزامبي يتمكن من تسجيل هدف تعادل بواسطة راتشيل كوندانانجي، راتشيل كوندانانجي، كنقول بأنه بنفس اللمسة وبنفس الطريقة اللي سجلت بها زين بردواني
تقريبا وحتى الامطار اللي اصبحت امطار غزيره فاكيد لي ساهمت بهذا الهدف. كيدير يتبعوا الهدف بزاويه اخرى راتشيل كوندانانجي في نفس المكان تبعوا الاستفزاز الزاويه لاحظوا في نفس المكان بالطريقه بنفس المراوغه تسديده في نفس كذلك الزاويه هناك وضعيه تسلل اذا هناك نتابع المحاوله راتشيل كوندا سنتابع هذا الخطا تاع بعد الكره مباشره مشات فوق المرمى مشات فوق المرمى وتالي سيبان السويسري ومحاوله من الجهه اليمنى لفيده منتخب زامبيا بواسطه باربارا باندا تدخل زين بردواني زامبيا طبعا كره داخل منطقه الفرصه والهدف هدف لفيده منتخب زامبيا هدف بواسطه اللاعبه لتشومو مويمبا لاعبه رقم ثلاثه راسيه والكره تعانق شباك هدف تعادل لفيده المنتخب الزامبي كرات الثابته مصدر خطوره ومصدر قلق وبالتالي تلعبات الكره داخل منطقه الجزاء لتشومو مويمبا سنتابع من جديد هذه العمليه رفعت الكره يعني رغم انه كان هناك جوج ديال اللاعبات ولكن ما كانش هناك رقابه على اللاعبه لتشومو مويمبا اللي تمكنت من تسجيل الهدف اذا تعادل الان هدف لمثلين بين المنتخبين تمريره في الجهه اليمنى منتخب الزامبي يبحث عن هدف تقدم الكره داخل منطقه الجزاء خاطر في ذات منتخب الزامبي لبساط ترجع الكره لحنان الحاج كره طويله لوحده ايمان سعود المنتخب الوطني المغربي امكانيه التمرير ممتازه لعبه ايمان سعود كتمرر فرصه الهدف تضيع الجزاء فرصه للمنتخب الوطني المغربي امكانيه التمرير نشاهد الفرصه رودزيلا تتمكن من تسجيل هدف ثاني هو هدف انتصار لفائدة المنتخب الوطني المغربي تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى رودزيلا في المكان المناسب تضع الكرة في الشباك وهدف ثاني فرحة كبيرة فرحة إستيرية هدف انتصار هدف الفوز لفائدة المنتخب الوطني المغربي صراحة العرض اللي قدمه